من مكتبة أستراليا. مكتبة من بعد البحث والتقصي والتفتيش بين هال الديسك والفاينلز، زميلنا بيدر الحجي بيطلع من المكتبة لحتى يخبرنا شو محضرنا لليوم. صباح الخير كلود لإلك، صباح الخير لكل مستمعينا، وبتمنى لهم جمعة مباركة يا رب. رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها بلبنان وبأستراليا، بيبقى الأمل بقلبنا، بيبقى إنه بين الحياة بدها تكمل. ومنوجه تحيه لهالدوله الاستراليه اللي عم تكمع التطرف والارهاب اللي عم بيصير بهالبلد العزيز استراليا، اللي نقلوا لنا عدوته من بلداننا العربيه للاسف. نعم، يعني هيدا شيء اللي بنتمنى للحقيقه يكون في ضبط له، متابعه له. بيدرو، شو محضرنا لليوم؟ كلود، حضرت لليوم شيء مميز. بتعرفي مثل كل جمعة نحن مننوع شوي صغيرة، يعني إن كان الفنانين اللي عم نحط لهم أغنياتهم، منستقبل حدا من أهلهم يحكوا عن الأغنيات من أولادهم أو أخواتهم أو شيء. هلأ هاي الجمعة حبيت نوع شوي صغيرة، أغنية اشتهرت كتير، ضربت. أنا شايفة بين غنوها الكتار صورة الفاينل شيء بيشبه وردة الجزائرية، كأنه هالسيدة بتشبه وردة الجزائرية، صح؟ مظبوط 100%. هي المطربة فاتن فريد. مش قليل وردة، ما بيعرفوها. لا، منها وردة. هي المطربة فاتن وريد، فاتن فريد، مغنية ممثلة مصرية. هي من مصر. نعم. تولدت بالقاهرة وتخرجت من معهد المزيكا بال75. اشتغلت مغنية بسوريا وبلبنان، وكانت أول أغنية غنتها واشتهرت فيها هي من كلمات سيد مكاوي. الكل منكم بده يتفاجأ هلأ شو هي الأغنية، الكلكم سامعينها. برومش في الفاينل، يحول الفاينل بين إيديك. أنا مش قادر يصدق، مش قادر يصدق. أنا ما عم صدق كمان. أنه الصورة مش لوردة الجزائرية، أنه قديه بتشبهها. عم برجع أنا عم بركز قبل الغنية، عم بركز على الصورة، أنه هل يعقل يعني أنه يكون من شبه 40؟ بتشبه كتير وردة الجزائرية، مزبوط. وكمان بدك تتفاجئ زيادة بوقت بتعرفي شو هي الأغنية. شو؟ الأغنية غناها سلطان الطرب جورج والصوف وكلنا بنحبها، بس هي لمطربتها الأساسية من دو في مقاطع محذوفة من اللي غناها جورج والصوف، كلنا منفكر إنه لإله. هي الأغنية لفاتن فريد، يلي تعبنا سنين في هواه. مش هيدي مفاجأة كمان لإلك. لا عن جد. وللمستمعين. ما بعرف إذا لازم أنبسط ولا لأ. أنا تفاجأت مثلك كمان كلود عن جد، لأنه نحن كلنا مفكرين إنه لسلطان الطرب جورج والصوف، وفي مقاطع بالغنية ما غنيهن والصوف. هي الغنية أخذها من فاتن فريد. لازم نعتب على سلطان الطرب يعني اليوم، لأنه ولا مرة نذكر يعني اسم فاتن فريد، أنه هي صاحبة هذه الأغنية. مزبوط، ما هيدا أنا عم بحاول وصله ونعطي حقوق للفنان. هو سلطان طرب بداياته غنى للكبار، غنى كتير أغنيات متغنية، مزبوط. بس هاي الأغنية كل العالم مفكرين إنه لإله. نحن أرشيفنا كلود، أنا صرت مستعجب بدي أسمع. نزل الإبرة، حط ال 1 2 3. فاتن فريد، يلي تعبنا سنين في هواه. عامل نفسه ما بيعرفناش. شوقة اسمع الصوت. ايه يلا كلنا سوا.
ودلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش حتى ازاي استقدرها استخسرها ما بيقولهاش ياللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش حتى ازاي استقدرها بيدرو
بدي اقول شغله انه قد ايه نحن معودين على سلطان الطرب جورج وسوف يؤدي هالاغنيه، ولكن لاحظنا انه فعلا الاحساس بهالاغنيه لصاحبه الاغنيه الاصل قادره توصل توصلها. مزبوط. بصوت مين حبيتيها اكثر كلود؟ صراحه حبيت الاحساس اللي بصوت فاتن فريد، ولكن لانه معودين هيك على السمع على سلطان الطرب على صوته. مزبوط. ايه ان شاء الله المستمعين كمان يبقوا هلا ما معنا وقت بقى، يا ريت معنا وقت كنا عملنا هيك ايه. تصويت عن جد. مزبوط عملنا تصويت تشوف. يلا هاي فكره حلوه حبيت اعملها اليوم كلود، تنحافظ على كل فنان انه غنى اغنيه له حقوق الحصريه كمان نتذكروا عبر هوانا. هاي الأغنية صار لها من السبعينات، كتب كلماتها سيد مكاوي لمطربة اسمها فاتن فريد. نعم. هيدا كانت حلقتنا اليوم كلود من أغاني منسية. منذكركم أنه نهار الأربعاء احتفال كبير بيصير بدير مار شربل ببنشبول، بيصالوا زخاير بقلب نعش للقديس شربل، احتفال كبير يعني من الساعة 7 حدث. بيمشوا من حد ستيشن لكنيسة مار شربل وبرجع في قداس، وفي احتفال كبير ليلة عيد مار شربل لأنه مار شربل خلق ب 8 أيار مثل ما منعرف، ورعية مار شربل صار لها أكثر من 50 سنة بأستراليا. حبينا نحتفل كلنا سوا مع أبناء جيلي بالاحتفال المميز. نعم. وراديو توامي أستراليا ومهيك بها الحدث أكيد رح تكون معنا بيدرو، وأكيد رح يكون عنا لقاءات مهمة لنتابع هيدا خاصة. الحدث اللي أكثر من رائع استثنائي. حقيقة مزبوط. حقيقة استثنائي. زخير مار شربل يعني أول مرة بتطلع من لبنان وبتضلها ببلد خارج لبنان، في زخير يعني قطعة من جسم مار شربل رح تكون موجودة عنا بأستراليا. إن شاء الله بتكون بركة هالزيارة اللي أكيد رح نحكي عنها أكثر نهار بكرة، ورح يكون عنا عدة لقاءات بهيدا الحدث المهم. خليكم معنا برفقة راديو توعيمية أستراليا. أخبار لبنان والعالم مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز. أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.